والمواقف التي نمر بها هذه المرة، ربما سنسلط الضوء على المرور والحالة المروردة وبعض المشاكل التي يعاني منها المواطن الكرمي على اختلاف المهن والوظائف كسائقين أو حتى سائق تاكسي أو سائق المركبة الخاصة أو مواطن الذي يسير على الرصيف أو الشارع. كثير من المشاكل والقضايا سنسلط الضوء عليها في هذا الإطار مع سيادة المقدم ناصر، وبالتأكيد سيادة المقدم، أنا الاسم يستحضرني ناصر الشعبي لكن باسم فني، صحيح؟ صحيح. تحياتنا لك نائب مدير شرطة المرور، حياك الله، يسعد صباحك. أنا نائب مدير شرطة المرور في محافظة طول الكرم، حياك الله. الله يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين والمشاهدين، حياك الله. يعني بدنا نبلش من حيث ما تم الانتهاء به مؤخرا، بعدين راح نروح لقوانين السير، وين الوقوف وكيف نوقف وكيف نحمل ننزل وشو التعليمات وإلى ما ذلك. إشارات المرور كيف شايفين تقييم؟ يعني ما صلهاش تقريبا 24 ساعة، لكن شو التقييم خلال اللحظات الأولى؟ وبدأ العمل في إشارة المرور يوم أمس مساء، لساتها تحت التجربة يعني ما تم اعتمادها بشكل كامل في الأوقات اللي كل إشارة لها وقت معين ما تم اعتماده. راح يتم دراسة كل شارع والضغط عليه، وبناء عليه يتم اختيار وقت لكل مصرب من المصارب اللي بتخدمها الإشارة الضوئية. يعني هذا دعنا نقول أنا ليس البت بشكل نهائي. أيوة أكيد تحت الدراسة. حتى موضوع مخالفات للإشارات الضوئية بالوقت الحالي مش راح يتم تحرير مخالفات. طب سيادة المقدم، كيف وجدتوا بشكل عام؟ يعني عادة أي مشروع له تغذية راجعة، له ملاحظات، ممكن تكون هذه الملاحظات تقوم تعمل على تصويب وتقويم الوضع الراهن. يعني أين تكمن الأزمة حتى في ظل الإشارات الضوئية؟ موضوع الأزمة إنه إحنا عدد السيارات بيزيد عنا وسهولة الحصول على مركبة. يوم الناس تشتري سيارات عن طريق البنوك والشوارع هي يعني ما تغير شيء على الشوارع. لكن في ظل وضع الإشارات الضوئية، أين لمستم أن هنالك في هذه المنطقة مثلا في ازدحام مروري وفي ازدحام السيارات؟ إحنا موضوع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة السير وتنظيم عبور المشاة. يعني في المناطق اللي كان فيها إشارة ضوئية أو موجود فيها إشارات ضوئية في حوادث السير، تقع حوادث السير لوجود مفترق، ودائما عاد السير يكون على مفترق أكثر من شارع في اتجاه واحد مثلا. فبناء عليه كان ضرورة وجود إشارات ضوئية لتنظيم حركة المرور وعبور المشاة في المفترقات هاي. طيب خلينا نروح لإشارة إشارة مثل ما بنحكيها، الإشارة اللي على شارع نابلس بالقرب من ملحمة الدعمة في ذلك المكان، على تقريبا الشارع ذهاب وإياب ودخلة المخيم. كيف شفتوا التوقيت تبع الإشارة نفسها وحجم السيارات؟ وإحنا بنحكي يعني اليوم خميس وساعة ضربة. صحيح. المنطقة هناك كان الضغط عليها قليل، مش الضغط الكبير، كان موضوع عند ميدان ثابت وصعود لمستشفى ثابت، كان هناك في ضغط. هلأ في عنا ساعتين للضربة، اللي هي الساعة الصباحية والساعة المسائية. يعني هلأ كنت أنا عند الإشارات الضوئية الوضع طبيعي جدا. نعم. ما في أزمة ولا في أي اكتظاظ مروري على الإشارات الضوئية. نعم. بس فقط ساعة الضربة هاي. ساعة الضربة الصباح اللي هي ممكن. ساعة الصباح وساعات المساء عند المغادرة الموظفين والمدارس. ربما أيضا ستكون والمدارس. في خلال يعني الرجوع من المدرسة وفي المساء ممكن. أنا بحكي ساعتين الضربة اللي هنا ساعة صباح وساعة مساء. نعم. اللي هنا تقريبا من الساعة 7 الصبح للساعة 8 ونص، ومن الساعة 1 للساعة خلينا نحكي 2:30. فهذول الوقتين بيكون فيهم اكتظاظ مروري بسبب مغادرة أو ذهاب أطفالنا وأبنائنا للمدارس. نعم. فهاي الساعتين راح نوجد لهم حل. لا إما إحنا بنلغي، وهذا قيد الدراسة، إنه نلغي فترة الساعتين هذول الإشارة الضوئية بوجود شرطي، أو إنه يتم إطفائها بوجود شرطي. نعم. طب بصراحة الإشارة اللي عند مركز المدينة، الناس بيحكوا إنه موقعها غلط يجب دراستها، بوجهة نظركم كشرطة مرور هل في تعديلات؟ كان قرارها سليم غير سليم؟ شو اللي بتشوفوه في ذلك المكان؟ هلأ الإشارات ما تمش وضعها اعتباطا يعني لا عن طريق دراسة مستفيضة في الموضوع الإشارات الضوئية. هلأ إحنا في صدد إذا كان في عندنا إشكالية في توقيت الإشارة سيتم تعديله زي ما حكينا.
أما وجود الإشارة وجودها بالوقت الحالي صح وبساعد. طب نعم. الجوانب الطرق مهيئة للإشارات يعني بمعنى مثلا طلوع المستشفى نعرف في غرفة تجارية في عنا مستشفى في عنا سيارات إسعاف وفي عنا شوية مطاعم يعني شوية خدمات جدا. وفي وقوف على جانبي الطريق. هلا هناك مدهون بالخط الأحمر والأبيض ممنوع الوقوف. هذا الوقوف المفروض موجود تم طلاء الرصيف وتجديد طلاء وضع بالأبيض والأحمر. لكن ماذا عن الالتزام؟ وضع إشارات فرح يكون عندنا شرطة موجودين في الأماكن هاي على أساس أنه تمنع وقوف المركبات هناك. طب يعني في متابعة من طرفنا لموضوع إيقاف المركبات في أماكن ممنوع الوقوف فيها. وبخصوص سيارات الإسعاف يعني الاستفسار قبل قليل كان أنه بوجود إشارة لكن مع هذه الأزمة قد تعاني ممكن سيارات الإسعاف للوصول إلى المستشفى. هل هنالك استثناءات بخصوص سيارات الإسعاف يعني في الحالات الطارئة؟ يتم فتح الإشارة فورا عند مرور سيارة إسعاف تم أو مركبة أمن أي يعني مركبات إطفاء مركبات شرطة إسعاف يتم فتح الإشارة فورا لمرور هاي المركبات طبعا استثناء. أشرت إلى أنه هذه الفترة يعني ستتعاملون وروح القانون لحين أنه التعويض والضبط بصورة كاملة لموضوع الإشارات صحيح. بعد ذلك إذا ما دخلنا إلى القانون شو القانون بيحكي لنا في حال قطع الإشارة وهي حمراء؟ في حال قطع الإشارة الحمراء يتم تحرير مخالفة خيار محكمة حسب المادة 98 يتم تحويل السائق مرتكب المخالفة للمحكمة وهناك يترك للقاضي موضوع البت في قيمة الغرامة ممكن توصل 150 دينار يعني غرامتها عالية وعلى الجميع يعني فعدنا أنه نستقر على موضوع الإشارات الضوئية التزام فيها لأنه قطع إشارة حمراء معناها حد السير أو دهس عبر طريق يعني فيش مجال تقطع إشارة حمراء أنت وقعت في حادث سير أو لا سمح الله تم يعني تكون عقوبتها كبيرة وليست بسهلة إذا ما تم تجاوز القانون في هذا الموضوع طبعاً. نود الإشارة إلى السادة المستمعين والمشاهدين أنه بالإمكان المشاركة من خلال الرسائل النصية من جوال والوطنية موبايل على رقم 37660 من جوال 64636 من الوطنية موبايل وأيضا من خلال اتصال الهاتف على الرقم 19088 ونستقبل أولى الاتصالات الهاتف فجأة. ألو صباح الخير. صباح الخير أستاذ خالد. حياك الله. كيف حالك؟ الله يسعدك. صباح الخير يا سيد نصر. الله يسعد صباحك. يعطيك العافية. أنا عندي حاب أقدم اقتراح بسيط حول أزمة المرور بالكريم حول حوادث السير حول كل ما يجري كل اللي تتحدثوا عنه. أنا يعني هيك مجرد وجهة نظر عدم يعني أنا بقول صرامة القانون وجدية القانون وتطبيق القانون. بقوة هو السبب الأساسي من تخفيف حوادث السير والأزمة المرورية الموجودة في تركيا. نعم. عنا يعني أنا بكل احترام لشرطة المرور في تركيا. أنا شخصيا بحترمهم جدا. لكن في شيء هناك يعني خلينا نسميه أمن ناعم. يعني بتعامل زي ما تقول يلا وخلص ومشي وما تمشيش وكذا إلى آخره وكلام من هالنوع يلا. بينما لو إنه يجي على سيارة واقف في موقف ممنوع. كويس او عامل اعاق حد حركه السير او تجاوز ممنوع او سرعه زياده او ما شابه ذلك او تلفون وفي عندنا قوها في تطبيق القانون مخالفات عاليه جدا فقطها لفتره قصيره تجاوز 3 شهور تدخل عندنا ثقافه جديده في الكرم او في الضفه كويس بحيث انه يصير الالتزام ذاتي كويس بحيث ما حد يعتدي على الثاني ولا حدا يتجاوز سرعته ولا حد يحكي تلفون ولا إلى آخره. طال عمرك الشرطة منيحة بوجه نظر المواطن أو السائق إذا كان في تخفيف إذا بلش التطبيق القانون شو الوضع ليش هيك بصير صح هاي النظرة المجتمعية صح زي ما كان السيد ناصر تركرم شوارع هي ما تغيرت بتكسر كويس وبالتالي وين نروح الناس صارت الناس بالضغطة تخفيف صارت نضغط كثير داخل تركرم يعني صار اللي أنا يعني صار هناك تفكير في تسكير شوارع وتحويل شوارع وكذا وهذا صار يأثر برضه على التجار عشان هيك قوة القانون وصرامة القانون هي اللي بتدخل الثقافة كويس على الناس ثقافة الالتزام ثقافة كذا وإلى آخره وأنا بشكركم كثير على برنامج شكرا
يعني ربما هذا ما أصبحنا في الآونة الأخيرة ننادي بتطبيقه، بضرورة تطبيقه. يعني طالما أن هنالك قانون يجب أن يكون سريان هذا القانون على الكل، بدءا من رجل القانون إلى المواطن العادي. وبالتالي يعني أحيانا لابد من اللجوء إلى العقاب كي يتم فرض هذا القانون بالطريقة المناسبة. يعني بصيغة أخرى، صيغة روح القانون اللي بنتحدث عنها هي جميلة روح القانون، لكن بصراحة قد تؤدي إلى منحة ليس بالمقبول أو العواقب على حسب المتلقي لروح القانون. موضوع تطبيق القانون هو يطبق، وشرطتنا منتشرة في جميع أنحاء المدينة والمحافظة، ويتم تحرير مخالفات بشكل يومي للمخالفين. إحنا هدفنا مش مخالفة بالنهاية، إحنا هدفنا مش مخالفة. إحنا مشكلتنا أنه بنعاني من نقص في الثقافة المرورية عند بعض السائقين، ما بدنا نشمل أكيد دون تعميم. نقص في الثقافة المرورية، إنه والله أنا بدخل عكس السير فش عندي إشكالية، مع إنه عكس السير خطر يؤدي إلى حادث سير. أنا في عندي أمر معين في بنك، لا بصف سيارتي مزدوج عادي، وهذا الحديث بيؤدي لاكتظاظ مروري خلف السيارة. هذا خلال 5 دقائق اللي دخل فيهم على البنك عمل فترة، عمل تقريبا 20 سيارة وراء أدت إلى أزمة. صحيح. فإحنا تعزيز الثقافة المرورية مطلب، وإحنا في عنا قسم، عنا قسم التوعية المرورية، نعمل على إعطاء محاضرات في مدارس الأطفال، في المدارس، في الروضات، في الجامعات إلى ما ذلك، لتعزيز هاي النظرة للأزمات المرورية الموجودة ومحاولة تعزيز ثقافتنا المرورية. لكن لأنه طالما في عنا إحنا ثقافة مرورية نعم عالية، إحنا بنخفض حوادث السير. يعني كل اللي بيعمله شرطة المرور والشرطة بشكل عام على موضوع مخالفات أو أي موضوع آخر بتبعوا الشرطة الأقسام الثانية، هدفنا حماية المواطن. طب يعني بالتأكيد دائما لابد أن نطبق الثقافة المرورية، ولابد أن نطبق القانون، لكن في المقابل يجب أن يكون هنالك ظروف بيئية مرورية سليمة وصحيحة، سواء للسائق أو للمواطن. يعني حق السائق أنه يكون في شارع مهيئ بشكل جيد، أيضا مواقف خاصة من أجل الاصطفاف أو حتى تحميل وتنزيل الركاب، هذا رح نتحدث عنه بتفاصيل، لكن بعد أن نقوم باستقبال اتصال هاتفي آخر. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا، يعطيكم العافية. الله يعافيك. بنشكر تلفزيون الفجر الجديد طبعا على البرنامج الشيق والحلو. الله يخليك. بدي أحكي بالنسبة لقضية الإشارات المرورية. والله بالنسبة لها الإشارات المرورية اللي عند الدلع عند مفرق البلاوني ما شاء الله يعني ممتاز جدا، اللي عند المعرض الذهبي برضه ممتاز، لكن الأزمة الحقيقية وين؟ اللي بتصل عند مركز المدينة قديما بتطلع مستشفى طول كرم، بتيجي من نفس وسط السوق والحدادين. نعم. في بطبيعتها بدون إشارات مرورية في أزمة. لكن إحنا كمواطنين، أنا اللي لاحظت الصبح، أنا موظف حكومي، اللي لاحظت إنه تاكسي المونيت بعرفش مين هو اتجاوز والإشارة حمراء. هاي واحدة، وبضحك ومبسوط الزلمة، هاي الثقافة المرورية. ليش تتعامل بالطريقة هاي؟ امبارح يا اختي انا مروح من الساعة 11 بالليل اتفاجأت انه الاشارات مشغالة، نعمة وبركة من الله منيحة، انا كمواطن والله مبسوط. لكن بده يصير عند المواطن، مش الشرطة، كل شيء الشرطة لازم يصير عندهم ثقافة مرورية للمواطن. صحيح. كيف يحترم اشارة المرور وانت بدخل وانت بخرج؟ احنا نفتقر للثقافة المرورية. لكن لحين ان تتوفر هذه الثقافة، خلينا نقولها بصراحة وواقعية ومنطقية، يعني احنا جميل جدا ومشكور على هذه الكلمات وعلى كمان رأيك المهم جدا بخصوص الاشارات الضوئية المرورية. يعني ممكن حضرتك تمتلك هذه الثقافة وهذا الحس والانتماء لهذا البلد والحفاظ على القوانين المرورية بشكل عام، لكن البعض الاخر وليس من باب التعميم لا يمتلك هذه الثقافة، فلا بد من وجود من يراقبهم أو يردعهم على الأقل، وهو التواجد الشرطي في هذه الأماكن، خاصة أنه هذا الموضوع جديد على المواطن الكرمي بشكل عام. تفضل أخت وفاء.
المسألة ما بين أني أكون أنا مستعجل لقرض معين وما بين أني ألتزم هي فرقية 5 دقائق أو دقيقتين. والله ما بيجين أقل دقيقتين يا خالد. والله يا خالد دقيقتين. لكن مع احترامي للشرطة برضو، الشرطة مش عقول صغيرة وكبيرة. الشرطة الله يعطيهم العافية مش عقول صغيرة وكبيرة. أكيد. يعني مش أنه الشرطي قاعد بس ده إشارة المرور. هي إشارة المرور لازم يكون عنده فقط يعني في أماكن السير. في أماكن بصراحة بالدول الأخرى يعني بتلاحظ أنه فيش تواجد شرطي أساسا، لأنه المواطن لحاله بيلتزم في القانون وبيلتزم في القوانين المرورية، لأنه في ثقافة وانبنوا على هذا الثقافة وصار التربية على هذه الثقافة. بس إحنا بدنا الشرطة تكون موجودة. أكيد. شكرا لك عزيزي المتصل على هذه المداخلة. يعني مثل ما منأكد أنه صحيح أنها هي ضابطة، لكن في لا مباليين، في ناس بحب يمارسوا الطيشان الشبابي بصراحة على هذه الإشارات، يعني مع بدايتها وعملية قطعها. امبارح كنتم متواجدين في بعض الأماكن بالقرب من الإشارات، هل سيستمر تواجدكم لضمان التزام السائق في الإشارات؟ أكيد راح تواجدنا راح يكون مستمر عند الإشارات الضوئية، وزي ما حكينا لحد الآن هي قيد الدراسة والمتابعة من طرف البلدية. طيب في مطبات قبلها، يعني بالنسبة لشارع نابلس ضروري يبقى هذا المطب ولا في ممكن انكم تشيلوه لانه بشكل إعاقة اذا ما فتحت الإشارة؟ اذا كان في ضرورة لنشيل المطب نشيله، فيش عندنا اشكال، لانه الرادع صار حاليا على المفرق الإشارة وليس المطب. صحيح، اذا كان في داعي نشيله بنشيله. طيب احنا اكيد في استفسارات خالد اكيد واتصالات كمان. طيب نروح لاتصال هاتفي اخر. الو صباح الخير. صباح النور اخت وفاء. اهلا وسهلا، صباح الخيرات. صباح النور خالد. هلا حياك. صباح الخير يا حبيب المقدم ناصر. الله يسعد صباحك ابو يعقوب اللي بحكي. متغير صوتك والله ابو يعقوب. سلامتك. انا بحكي من الموبايل من التليفون. تفضل يلا تفضل. الله يبارك. اول شيء يعني اول شيء دول الناس يعني شعب لازم يكون، ليش ما عندنا ثقافه؟ احنا عندنا ثقافه الحمد لله. لانه اكثر عمالنا واكثر الناس بيدخلوا على اسرائيل بيشوفوا كيف الاشارات المروريه وكيف بيطلعوا بينزلوا. المفروض في الناس نفسهم هم اول شيء لازم الشرطه والبلديه يزيحوا جميع المعيقات اللي على الصفير، حتى الناس اول شيء يمشوا على الصفير. هذا اجبار. اثنين يعني ناس كمان يتطوعوا مع الشرطه، لا باك فيهم مع الشرطه مش عايزين يكفوا للناس كلاتهم، يتطوعوا ناس وانا واحد بتطوع وقفوا على اشارات المرور يمشوا الناس يعني المشاة ان يورجون كيف مثلا هذا مثلا الخط الاشاره اللي بتدل انه مشاة يمشي يقطع الاشاره، يعني يكون مثلا موجود خط اشاره مثلا مرسوم عليها الزلمه في الاخضر انه يعني يقطع الاشاره يعني يمشي قدام مسار. بعدين جماعتنا الله يبارك شفريتنا لازم هم نفسهم مش لازم يعتمدوا على ليش اي واحد مثلا بيجي مثلا ممنوع الوقوف ممنوع الوقوف ما يستنوا ولا تأخذ الشرطة ما تأخذ فيهم لا رحمة ولا شفقة، يحط عليها مخالفة باهظة جدا حتى يكون نغير وعبرة، مش بس انه هذا والله صاحبي ويلا امشي ويلا بهمش فعك تنجاكا ولا يحطوا عليها مخالفة باهظة حتى يكون عبرة غيره. اي شيء ممنوع الوقوف موجود او مش موجود صاحب السيارة يجي شرطة المرور يحط مخالفة على كذا طوالي له وفي مبلغ عالي جدا حتى مرة ثانية ما يوقف. مش لازم انه هذول عملونها، احنا بلد محافظة والبلد فيها النظام. نعم. منظر الإشارة المرورية هذه حذرة إلنا احنا. طيب. عندنا ثقافة الحمد لله. يعني الفكرة ان شاء الله تكون وصلت. تفضل سيدنا. تطبيق القانون، يعني القانون ما له صاحب، القانون يطبق على الجميع. فإحنا حكينا يعني قبل شوي حكيت أنه موضوع المخالفات على الإشارات الضوئية تم تأجيله لحين البت في موضوع الإشارات الضوئية. يعني إحنا مش أنه ما بدنا نخالف على الإشارات الضوئية، يعني مش أنه موجود وخلص، القانون يعني القانون ما له صاحب. طب يطبق على الجميع. التزام المشاة ماشي، السيارات عندنا قدرة للوصول عليها من خالف، المواطن إذا يعني بصراحة لم يلتزم بأنه يسلك إذا ما مش فيه للإشارات مرورية للمشاة نفسهم عند قطع للشارع، كيف التزام المواطن وكيف راح تتعاملوا إذا لم يلتزم؟ إذا لم يلتزم تم مخالفته قيمة المخالفة 50 شيكل.
هذه المخالفة يعني ثابتة؟ إذا ما طبعا موجودة بالقانون. إذا ما التزم بقطع الطريق من الأماكن المحددة لقطع الطريق يتم مخالفته. يعني قصد بتزيدش عن 50؟ 50 شكل. فيش مجال ترفعوها؟ نرفع. عايفين بصراحة. طيب في بعض التعليقات بتقول إنه في الدول الأخرى، من ربع حمودة بتقول في الدول الأخرى إذا بتقطعوا الإشارة في رادار مراقبة وبتم دفع مخالفة 2000 درهم. هاي احنا المخالفات اللي بنحكي عن صحيح. احنا موضوع المخالفات في موضوع النقاط. هلا في بعض المخالفات محددة في نقاط معينة يتم تسجيلها مباشرة، ما دخلت على الكمبيوتر يتم ربطها في النقاط المحددة لهذه المخالفة. في مخالفات 6 نقاط، في مخالفات نقطتين، في مخالفات 4 نقاط. يعني إذا كان وصل لحد معين من النقاط لعند 20 نقطة يتم سحب رخصته مدة 6 شهور، يتم فحص نظري تئوريا وايضا فحص عملي. يعني يتم ولا يمكن اعاده الرخصه الا في حال اجتاز، يعني وكانه من اول وجديد. أيوة، اجتاز التوريا والتيست بنجاح. طيب احنا مثل ما بنتحدث عن موضوع المخالفات رح نتحدث عن موضوع بصراحه اللي بتم فيه المخالفات لكن لا يوجد ما يمكن القيام به من قبل السائق او المواطن نظرا لضيق البدائل او الحلول بالنسبه له. رح نتحدث عن هذا الموضوع لكن بعد استقبال اتصال هاتفي. ألو صباح الخير. صباح الاتصال. فقدنا الاتصال لكن الاستفسار هنا. يعني سيادة المقدم، احنا بنتحدث عن مخالفات، عن قانون، عن التزام. في المقابل بعض السائقين وردتنا شكوى يوم امس، يعني احد السائقين بيقول انا لما بدي اقوم بتنزيل الركاب او حتى تحميلهم ما في اماكن على الاقل مخصصة لحتى انزلهم، او ممكن انا اطلب طلب اروح احكي له انزلني في هالمنطقة الفلانية وهذه منطقة مكتظة وما في مكان للتنزيل، ايش يعمل السائق؟ فبمجرد رؤية الشرطي لهذه المخالفة طبيعي أنه تكون هذه مخالفة، لكن الطبيعة أكثر أن يكون في هنالك بديل بالنسبة للسائق. في هون ميدان ثابت في مكان لتنزيل الركاب لسيارات، لكن في هذا الشارع شارع مثلا شارع المستشفى صحيح. اللي صار أنه تم سرقة، للأسف أنا بحكي سرقة الإشارات. سرقة الإشارات الموضوعة اللي هي تحدد إنه هذا المكان لتنزيل ركاب من مركبات عمومي. بس على الشارع هنا ما في شارع المستشفى. هلا هذا الحديث يتم أخذه بعين الاعتبار والتواصل مع البلدية. لكن بتم أحيانا مخالفات من قبل الشرطة للسائق إنه أنت في حال يتم مخالفته في حال واحد. يعني أنا بدي أنزل ركاب، مش معقول أوقف أنا بشكل مزدوج أو بنص الشارع عشان أنزل راكب أو أحمل راكب. بزيادة شوي، بزيادة 10 متر ممكن ألاقي لي. المشكلة 10 متر مش موجودة، معنى أنه تعطيني مساحة. يعني هاي بدنا نمشي من عند خلينا اللي هي طلعت مستشفى، بدنا نمشي من ديوان الجلاد، لا من ديوان الجلاد وصولا للمستشفى. أنا معي طلب، الشارع في الوضع الطبيعي وقت الضرب يعني بنحكي على 11-12، فيش مكان على جنبات الطريق إنه إمكانية حتى تلقى مصفة صف للسيارة. معك طلب بدك تنزل، سيارة واحدة توقف بتصير أزمة وتتفاوت ردود الشرطة. يعني بمعنى ممكن شرطي أوكي ماشي بقدر الموقف بعينك الله يلا على السريع استعجل، الأصل في حال عدم وجود. ومرة أخرى ممكن إنه في حال عدم وجود مكان، في حال عدم وجود مكان الأصل إنه يوجد مكان، أفضل مكان لتنزيل الركاب بشكل ما يشكل أزمة مرورية. وين يعني مثلا في هذه المنطقة وين ممكن يختار مكان عشان برضو يكون في وضوح للسائق إنه والله القانون أو الشرطة أفراد الشرطة بيشوفوا إنه هذا المكان مناسب بالنسبة للسائق؟ هذا المكان مش أنا اللي بحدده، في عندي جهات شريكة أخرى نتعاون معها لتحديد أماكن معينة لتنزيل وتحميل الركاب. لكن يعني في هذا الشارع هل هي متوفرة فعلا على أرض الواقع؟ يعني ممكن تبحثوا موضوع أنه عددين بدل ما يكونوا وقوف منطقة تحميل وتنزيل. ممكن بحكي لك ليش أنا يعني مش صاحب قرار في موضوع هذا. بده يكون في شركائنا، اجتماع مع شركائنا لتحديد موضوع
أماكن لتنزيل وتحميل الركاب. طب يعني بصراحة هي يعني الشارع هذا كالتالي، في شوارع كثيرة للأزمة، يعني مثلا لو سيارة بدها توقف في شارع البنك الإسلامي بنعرفه اللي هي وين المجمع الأشقر التجاري، سيارة واحدة ومنعرف في محلاتها تنزل بضاعة إلى ما ذلك، ما فيش يعني بصراحة ضاغط البلد، كيف تتعاملوا مع هذه الأمور؟ بنساعد إحنا لما يكون مثلا تاجر جايب بضاعة بده ينزلها، بكون في شرطي موجود عنده، بنبعث له شرطة تساعده بتنظم السير لحين انتهاء عمله. ما إحنا دائما بنقول لهم إنه بالذات اللي عندهم محلات تجارية وبده ينزل بضاعة، يحاول إنه في أوقات الصباح الباكر ما يكونش في أزمة، أو في أوقات المساء. فمرات بيصدف إنه بيجي في وقت الذروة، فإحنا بنخلي شرطة جنبه وبنساعده لحين انتهى. طب يعني واضح تماما أن ربما في ظل هذه الجهود التي تبذل ويحاول أفراد الشرطة بذلها، لكن في إطار آخر هنالك تعليق. صباح الخير، لا يوجد عدد كافي من الشرطة في البلد، فقط متواجد شرطي واحد أو اثنين على دوار ثابت، وباقي الشوارع مخالفات مرورية مش طبيعية، يجب تطبيق القانون بشكل صارم وشكرا. يعني الحديث بصراحة عن نقص عدد أفراد الشرطة هو ليس من المواطن فقط، وإنما كانت بتصريحات أيضا من الجهات العليا في الجهاز الشرطي أن هنالك نقص في عدد الشرطة في محافظة طولكرم وربما في محافظات أخرى، لكن طولكرم تعاني من هذا النقص، وواضح أن المواطن يلمس هذه المشكلة. أنا نقص في الشرطة، يعني إحنا في عندنا في ميدان ثابت موجودين الشرطة، على الزغل موجودين، أيضا موجود عندنا حواجز ثابتة داخل المدينة. لكن ماذا عن الأماكن الأخرى؟ هنالك ضواحي، هنالك في الضواحي يقوم بعمل حواجز، يعني هلا هو ما ممكن إنه ما بشوفنا وين إحنا بنكون موجودين، نعمل حواجز دائما، يعني ممكن أنا يكون حاجزي في منطقة معينة لمدة ساعة، بعدها أنقل الحاجز لمكان آخر. نعم، لكن طول كرم لا تتمحور في مركز المدينة وهنا شارع المستشفى، يعني أكثر في الضواحي من منطقة. بنحكي في الضواحي. نعم. إحنا بنحكي إنه في عندنا هون أماكن ثابتة موجود عليها شرطة، وفي عنا حواجز أخرى إحنا بنكون فيها دوريات المرور متواجدة عمل حواجز متنقلة، وفي عنا حاجة ثابت مدير شرطة المحافظة بتعليمات منه موجود على مدخل المدينة، هذا ثابت يوميا راح يكون موجود وفيش مجال إنه ينشال. هذا حاجز شرطي ثابت تعليمات العقيد عزام جبارة. طيب تواجدكم في منطقة مثلا أكيد مناطق أخرى، أو أكيد راح نروح لاتصال في هذه اللحظات، بعدين راح نرجع للسؤال والحديث عن الأزمة على مفرق ديوان الجلاد. اتصال هاتفي. ألو، صباح الخير. صباح النور. صباح الخير طلع الفجر. صباح الخير الأخوي. صباح الخير الأخ الشرطي الموجود عندكم. الله يسعد صباح عليكم. بالنسبة للإشارات المرورية يعني فعلا بتحل أزمة، وإيش جيد لطول كرم وإيش يعني حضاري، بس يعني في أنا مشيت في إسرائيل وكنت أمشي في إسرائيل على الإشارات المرورية في الليل، كانوا اليهود مثلا شو يعملوا يصفوا الإشارات المرورية، ليش؟ لأنه مفيش عليهم أزمة. مثلا الأزمة هي بتكون عندنا عادة في طول كرم من الساعة 7 تقريبا للساعة 6:30، بعد الساعة 6:30 بتلتغي الأزمة. يعني يعني امبارح انا رحت الساعة 9 وقفت على الاشارات المرورية عصاد، يعني ما فيش حدا، الشوارع فاضية وكل شيء فاضي، بس جرب تعطيل يعني الاشارات المرورية. اما يعني في النهار بس كيف كانت جيدة ورتبت طول كرم واعطت لكل واحد حقه في المرور، ما حدا تجاوز على الثاني ولا حدا تجاوز عن الثاني، ف يعني اشي ممتاز وجيد جدا. طيب بالنسبة لشفريت العموم بدي أعقب على الشفريت العمومي، لأنه في أخ حكي على شفير عمومي وهو ماشي بس يجي ينزل ركاب، كنت تجي في نصف الشارع وقف وصار ينزل ركاب، علما أنه بعد 20 متر لقدام بيقدر يوقف وفي مواقف وتفكير. وين في أي شارع في مواقف؟ أي شارع؟ أي شارع في مواقف تقريبا؟ يعني اطلع بالنسبة لأنه في عددات في شارع المستشفى مثلا دائما في فراغ،
في فراغ دائما والله دلنا بصراحه دلنا، لانه اذا بده بصراحه اذا الشوفير بده ينزل الراكب، احكي لك شغله، اذا الشوفير بده ينزل الراكب عند مثلا هو طالب عند مجمع التاج لحتى يكون في مكان مناسب، راح ينزله في مكان بعيد، وبده وقتها المواطن بده كمان تاكس عشان يوصل للمكان. اذا احنا سيارتنا بنلف ثلاث لفات عشان نلقى موقف، معنا اخت وفاء انت مش رايح على دول ثانيه ومش شايفه، انا بس كنت في عمان مثلا ما نزلنيش مطرح ما بدي، ضل السيرفيس يمشي في وسط البلد. قلت سيرفيس عزيز المواطن، قلت سيرفيس، انت السيرفيس اساسا في له اماكن تنزيل خاصه ونزل. ولازم انا يعني العباب محلي مش لازم امشي 20 متر قبل ما انزل. طيب معناها احنا الثقافة المرورية، الثقافة المرورية مش واصلة صح بالنسبة لنا، لانه كمان انت رحت على الاردن بس انا رحت على اليابان وشفت كيف بينزلوا الناس بصراحة، وفي احترام للوقت، كيف انه انا ما اتعدى على وقت زميلي السائق، واحنا بنحكي عن الامور العمومية، يعني ساعة المقدم السيرفيس معروف في له موقف خاص، يعني السيرفيس اليوم الخاص بذنابة بنور شمس بالكفريات في له اماكن معينة، مش ممكن لقيب وسط المدينة هذا ممنوع، لأنه أنت إلك مكانك، لكن أنت طالع طلب، فتاكسي الطلب مختلف أعتقد عن الأمور الأخرى. وبصراحة يعني في أماكن مخصصة للتنزيل، يعني إحنا مش من عالم آخر، يعني إحنا للأمانة حكيت لك إنه بنطلع بنلف بنيجي بسيارة العمل وبنلف لنا ثلاث لفات وراء بعمل حتى نلقى موقف أحيانا. في اكتظاظ، في اكتظاظ صحيح، يعني هذا يعني سيارات كبير والشوارع زي ما هي، والقروض يعني كل يوم بينزلوا سيارة سيارة البيت صار في 10 سيارات، احنا مصرين على الاقدام، احنا مصرين ما فيش رخص. طيب سعاده المقدم، يعني بدنا شوي نرجع لموضوع مفرق ديوان الجلاد، معروف ساعات المساء الاولى بيشهد ازمه سير خانقه، والسيارات الزوامير ما شاء الله بجوز اسمع حين انا من فرعون، ليش الازمه مع انه في وقوف خاطئ في المكان يعني من كثير من السيارات، يعني طوال هاي الفترة ما فيش حل نوفره للمنطقة؟ بالعكس فأكيد في حل، يعني احنا بنزور المكان اي ساعة بكون الازمة، يعني ساعة المساء الساعة 5 الساعة 6 نعم صحيح صحيح، يعني بعد دورية شرطة مرور هناك وبنشوف شو سبب الازمة وبنعمل لها دراسة، اذا كان في الوقوف هناك بشكل خاطئ يتم منعه، يعني هذا راح تباشروا فيه، بس الموضوع اليوم بس الموضوع من زمان يعني مش من اليوم، هذا اليوم راح نباشر فيه. طيب وفي عند ديوان الجلاد يعني احنا بناخذ في اي ملاحظه في مواضيع زي هاي بتوصلنا مباشره راح نتبعها. طب في الاشكاليه ممكن اللي احيانا تخلق ازمه مش من مواطني محافظه طول كرم بالتحديد، وانما للزائرين لهذه المحافظه وبالتحديد من اخواننا الفلسطينيين الداخل، احنا دائما وابدا بنشجع العلاقات الوطيده وان يكون هنالك تبادل سواء تجاري او حتى اقتصادي أو اجتماعي في هذا الموضوع، لكن الذاهبين المتوجهين إلى الحجز الإسرائيلي، حجز جبار المقام على الأراضي الفلسطينية، يعني الصعوبة بصراحة بيكون المواطن من الداخل الفلسطيني بيتلفت وين الطريق من وين أروح، فهون بيخلق أزمة، مرات بيفوت بطريق غلط، مرات بيروح بيسلك مسار مش لازم يسلكه أساسا، وبعطل على غيره من المواطنين، عكس السير كثير بهالقضايا. ففي هذه المشكلة كيف ممكن أنتم بتتعاملوا معها، يعني خاصة أنه إحنا بنحكي فيه هو يعني لافتة صغيرة لكن قد لا تكون مرئية بالنسبة للزائرين الجدد أو مش من أهل البلد. يعني حصل موقف قبل فترة معي شخصيا، فسائق بيسألني بدي أروح على حاجز جبارة مش عارف الطريق، صحيح تكون بدورية تقول اطلع ورانا، وصلنا لأقرب نقطة ونالو طلق ماشي دغري. هلا احنا في ناس منهم بيدخلوا بعكس السير ما بيكون منتبه، فشو بدنا نعمل معه؟ بنساعده اذا كان في مجال نخليه يكمل على اساس انه صار ازمه وراء بنخليه يكمل، في حال انه فيش سيارات وراء لا بنرجعه بنقول له هاي المنطقه عكس. طب هذا في حال تواجدكم، مع انه زوارته الكرم تقريبا هم يعني اكيد صاروا يعرفوا البلد زي اهل البلد. يعني إذا يعني يعتبر خطأ، والخطأ يعني في ظل التعقيد السياسي هذا بدناش نحكي فيه، هذا موضوع التعقيد ماشي أوكي لكن بما يضمن لك يعني ما في طريقة، في طريقة للعقاب على الخطأ اللي ممكن يرتكبه إذا كان عارف المنطقة وعارف شو عامل. هلا في نوعين، في مواطن بيجي بحكي لك أنا تايه مش عارف
ما عرفت الشارع هذا شو وين بيأدي، ما عرفت انه عكس السير. وفي اشخاص او من الشباب اللي بكون معهم سيارات لوحة صفراء بيتعمدوا، بكونوا عارفين لكن بخالفوا، بيتعمدوا مخالفات وبيتعمدوا يعملوا حركات في السيارات. هاي السيارات بناخدها وبنحجزها عنا، هاي السيارات ناخدها وبنحجزها عنا، وهو كمان بنحجز عنا ما يفكر انه وبنعمل له قضية. لكن هل بالفعل قضية بنعمل له قضية كمان في حال انه ارتكب مخالفة معينة تستوجب انه يعاقب عليها. طب اما موضوع حجز السيارة بنحجز له السيارة. طب عدا عن حجز السيارة وهذه الامور، في ناس مثل ما قلنا ممكن يكونوا زائرين بالفعل، هم مش على معرفة انه انا يعني لما بيسأل وين حاجز اجبار او بدي اروح على منطقة بتساعدون في حال كنتم متواجدين في هذه المنطقة في الوقت اللي بيسأل عنه. لكن ايش ممكن ينعمل كبديل على حتى ما يتم خلق بلبلة في العملية المرورية، يعني لا لهذا السائق ولا للسائقين الآخرين؟ ممكن وضع إشارات إرشادية يعني على بعض المفترقات اللي ممكن يدخلوها بالخطأ. موضع إشارات إرشادية إنه في معظم الشوارع يكون إشارات إرشادية للمكان اللي هن بدهم يوصلوا له أو المكان اللي هم جايين منه. نعم، وهذا ما هو مطلوب التأكيد، تكثيف ربما وضع الإشارات مع إذا ما كانت هذه وضعها حديث يجب إرشادية كالأسهم واللافتات وما إلى ذلك. صح. الأسماء والأماكن لحتى يتم التعرف عليها من قبل الزائرين أو المواطنين. إلى استقبال اتصال هاتفي في هذه اللحظات. ألو، صباح الخير. صباح الورد، حياك الله. صباح الخير أخ خالد. الله يسعدك يا رب. صباح الخير في التوفاء. أهلا، صباح الخير. صباح الخير سيد ناصر. الله يسعد صباحك. يعني بداية الحديث نقول بس هيك يا عبارة، سيدنا محمد لما قال في الحديث إذا استفتيتم فاستفتوا أنفسكم. يعني أنت تقعد مع كل الناس أو الشوفرية أو السائقين، لكن الكل بعرف يتحدث، بيعرف بالقوانين، بلون الآخر كذا. هسا من جانب السائقين، هسا احنا ما بنقدر يعني كل الاحترام لأخواننا في الشرطة والجهاز الشرطي. يعني أنا أطلع بريد البلد وإشي ظاهرة جديدة إنه في حاجز طريق قبل التفاف بلع الخطر هذا. يعني ليلة موجود هذا الحاجز، كل الاحترام. يعني هاي الناس لما تصعد لمصاص الليالي يعني فيش مخالفات حتى. يعني أنا بجوز فترة من فترات بكيت منتبه إنه في أزمة سير أول ما نحط الحاجز. بقول يا ساتر مخ، يعني قلت الحاجز إسرائيل، يعني لما قربنا لما الشباب بوجهوا بنظموا السير. طبعا هذا حد من كلة الحوادث الموت الموجودة على هذا الطريق. نعم. هسا احنا لازم نتعامل موضوع السير انه هذا الشارع مش ملك حدا، هذا الشارع لسلامة المواطن والسائق. هسا احنا ما بنتحدث عن غرامة مالية ومخالفة واشياء، بس مجرد عقاب. في ناس يعني في الشوارع بتلاحظ بسوق بطريقة همجية، يعني انا بسميهم بصراحة مع احترامي للجميع قتلي هذول. نعم. يعني بتجاوز يعني مثلا أنا شفت حادث الدراج النارية اللي حصل عند مطابخ الألمنيوم طريق نور شمس. يعني واحد بيتجاوز عن ثلاث سيارات، عرفش يتجاوز عن باز صغير بيحرف السيارة بده يتجاوز ونط قدامها، فضربوا الباز في زاوية السيارة من وراء. طبعا أنا بفهم في السواقة أو بالهذا، مجرد ضربوا في زاوية السيارة فيش توازن مهما كان، مع السرعة ثلاث كلبات في الهواء حادث الموت. حسنا احنا العقاب مش من أجل العقاب، لأنه قانون السير لما نحط أجمعت عليه كل دول العالم، لا هو لطول كرم ولا لفلسطين ولا للأردن ولا 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 ولا. نعم، أكيد القانون واضح والثقافة هي المفروض اللي يتم الشغل عليها. بشكرك كثير، لأنه في شوي معنى زخم في الرسائل وبدنا نعطي أكثر من رأي من ونستغل وجود المقدم ناصر معنا في البرنامج. رسائل وفاء، من رسائل النصية التي تردنا في هذه اللحظات، السلام عليكم، صباح الخير لكم وصباح الخير لمن يسر على راحة هذه المحافظة. أطلب من سعادة الأخ ناصر، مع وجود الإشارات الضوئية العمل
على ترتيب مداخل ومخارج البلد لتخفيف كما يقولون من هم لا يفقهون في إدارة السير. وشكرا. يعني هم بيطلبوا أنه يكون في هنالك ترتيب أكثر بالنسبة للمداخل والمخارج في ظل تواجد الإشارات الضوئية المرورية. احنا حكينا أنه احنا بنحاول منع مركبات نتوقف بالقرب من الإشارات الضوئية أو في حدودها على أساس أنه ما يكون في عنا مشكلة أو يسبب عنا اختناق مروري. فبنحاول احنا بنرجع وبنحكي أنه لسه المناطق هاي قيد الدراسة وما تم البت فيها بشكل نهائي. لكن مرة أخرى نذكر في مخالفة السيارة للإشارات الضوئية المرورية كم هي خيار محكمة. خيار محكمة حدها الأقصى وللقاضي الحرية في لكن تحديد غرامتها. ممكن وصلت في بعض الأحيان 150 دينار هذه إذا تجاوزتم الإشارة. وممكن يعني القاضي كمان يرفعها لأنه هي تعتبر خلل كبير جدا وعظيم في قطع الإشارة. أحيانا التهمة بتكون فيها شروع بالقتل في بعض الأحيان لأنه بالفعل قطع إشارة حمراء واضحة لأنه في ضوء أخضر وهي حمراء للمشاة وفي مسار لسيارة أخرى يا من يدهس حدا يا بصير حادث سير. قطع الإشارة الحمراء حكيتها قبل شوي حادث سير يعني 90% حادث سير فيش مجال سواء عاد السير مع مركبة أخرى أو دهس عبر طريق. والمواطن اللي ما بلزم 50 شيكل. 50 شيكل صحيح. وممكن ترتفع إذا بتقدير 50 شيكل بس إحنا بنتمنى إنه ما نخالف هاي المخالفة لأنه إحنا كنا مبارع فكرة يعني كان وقف عنا شوية أطفال وهذا على موضوع الإشارات كنا نعلم فيهم برضو كيف جميل. إنه كيف إنه الظل الأحمر إنه أنا بضل واقف مع الظل الأخضر أنا بقطع الطريق لأنه الطريق من حقي صارت فكان تواجد لبعض الأطفال وهون ممكن بصراحة يعني أكيد بنحييكم على هذا الجهود إنه إحنا لازم نبدأ نوعي الأجيال الصغيرة لأنه إذا ما كبروا كبرت هذه الثقافة معهم فإحنا بنخلق مجتمع متطور مش بحاجة إنه إحنا نروح لنظام العقوبات في بعض الأحيان. إحنا حكينا عن قسم التوعية المرورية وبستهدف الأطفال في المدارس وفي الروضات وأيضا بستهدف فئة الشباب في الجامعات يعني إن شاء الله لتعزيز ثقافتنا المرورية. طب في استفسار من شادي حمد بيقول طب ليش ما بيكون سحب لرخصة لمدة معينة إذا كان بالسرعة الزائدة أو الإشارة للحد من هاي الظاهرة وبيحكي عن ممكن قطع الإشارة, الإشارة الحمراء. إحنا حكينا قطع الإشارة الحمراء عليها 6 نقاط عليها 6 نقاط في حال تم تحرير مخالفة أخرى في حقه بزيد النقاط. هون في بالقانون في حال إنه كان لنفرض 10 نقاط عنده يتم تحويله لدورة مانعة وسحب رخصة القيادة لمدة 3 شهور وفي سحب رخصة قيادة توصل 6 شهور زي ما حكيت قبل شوي. نعم. وعادة وصل لـ20 نقطة وصل لـ20 نقطة إعادة تئوريا وفحص عملي يعني اللي ناوي يخرب ولا تعاد الرخصة إلا في حال اجتاز الامتحان وبنجاح. يعني اللي ناوي يخرب بيته يجمع نقاطه يجمع نقاطه يعني ديروا بالكم إلا بهاي الموضوع ما تجمعوا نقاط عكس شركات الاتصالات يعني مختلف تماما. طيب في أيضا من الصباحيات صباح الخير أكثر إشي أزمة مزعج اصطفاف سيارات بشكل مخالف في الشارع اللي عند حلويات بونجور وفيش هناك شرطة نهائيا. هذه إحدى الرسائل اللي وصلتنا في هذه اللحظات المطلع طلعة السوق الشعبي عند الباصات وإلى ما ذلك كما يشير إنه في أزمة ومزعج اصطفاف بشكل مخالف. إحنا راح ناخذ هذه القضية بس خلونا ناخذ اتصال هاتفي. ألو صباح الخير. صباح الخير للجميع. أهلا وسهلا. معك سمير الزتاوي. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. صباح النور. بقول بالنسبة لشارع نابلس طول كرم هذا الشارع نابلس طول كرم يعني وضعته مطبات في الشارع ما في مشكلة ولكن إنه أي واحد غريب عن البلد بيعرف الشارع يعني معروف إنه هذا الشارع فيش فيه مطبات. أنا جاي من بلد بعيدة وبعرف الشارع عادي ما فيه مطبات لازم تبقى موجودة إشارة على بعد المطب 30 متر 40 متر موجودة إشارة كتابة إنه يوجد على بعد 30 متر مطب كذلك المطب اللي بعده يعني فيه حوالي 4-5 مطبات بس في إشارات شو إشارة مطب يعني هاي ما بتوضح توضيح كثير بس إشارة واحدة بالروحة بإشارة وبتجي إشارة بس السائق المفروض يعرف هذه الإشارة إيش؟ السائق المفروض يعرف هذه الإشارة
شو بدي يعرف إشارة إيش؟ شو بدي يعرف يعني إشارة المطب؟ إشارة مش بيعرف كل الشارع مطبات. يعني هاي إشارة إنه يوجد أمامك مطب، مش بيوجد أمامك خمس ست مطبات. يعني انت بتطالب انه ينحط عند كل مطب اشاره يعني اشارتين ثلاثه واضحات كتابه على بعد 30 متر على بعد 20 متر، يعني بيضل لكم ينحط اشاره في اشارتين في البدايه وفي النهايه، بيضل اشاره في الوسط. ما هذا يعني هذا الكلام لا يكفي. طب شو المطلوب؟ المكتوب لا يعني تنحط يعني يافطه يعني مبينه واضحه انه ايش في مطب، لان هذول طلت اربع مطبات خمس مطبات ورا بعض. يعني كل مطب بده إشارة حسب يعني ما بدكم. الأصل بمجرد ما إنه السائق عدى أول مطب سرعته تخفف كثير، تكون خفيفة. لا يوصل المطب الثاني يعني دوب. يعني لما بده يوصل المطب الثاني برضو نفس السرعة راح يكون، يعني ما بلحق يزيد إلا هو داخل على المطب الثاني. فإحنا يعني إشارة اللي وضعت قبل المطب الأول وفي إشارة للمطب في النهاية. طيب تفضل سيد سمير معنا ولا ما. طيب إحنا بنروح لتعليقات أخرى ورجوع إلى الاستفسار حول الأزمة عند سوق الخضرة أو بالأحرى السوق الشعبي اللي بالقرب من حلويات بونجور، ويقول إنه في هناك أزمة وما في تواجد شرطي في هذه المنطقة. احنا يعني اي نقطه او ملاحظه بناخذها بعين الاعتبار. يعني راح نعمل زياره للمكان هناك ونشوف اذا في ترتيبات معينه، تحكي انه سوق شعبي وفي سوق خضار، خلينا نحكي في كثافه مواطنين في الارصفه، في البلدية برضو لها دور هناك. يعني فاحنا بنزور المكان هناك ونشوف شو المعوقات، نحط ايدنا عليها وبنحاول ان شاء الله انه نحلها. طيب احنا نشكرك، نروح لاخر اتصال زميلي عبد الله. الو صباح خير. الو 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 حياك الله. مرحبا، هلا تحياتي. بحكي معك بالنسبه للمطبات اللي حطوهم من ليه بلع على نور شمس. مالهم هذول المطبات؟ مش كفايه، لانه الواحد بيبكى واصل مطب وجاي بسرعه 120-130 كل سنه بيروح 10-12 واحد. يعني بدك كل 100 متر هناك من عندك كل 100 متر 200 متر مطب ينحط. والله انه يعني اليوم يوم التناقضات في الاراء. قبل شوي اجانا اتصال بخصوص المطبات وانه لازم يكون في اشارات، وهون هلا مطالب اللي كلمك ما عندوش اولاد ولا عنده مسؤوليه وهو بيجوز. لا احنا دائما وابدا يجب ان يكون الاحترام في الاراء ونحترم وجهات النظر. برضه يعني في اراء بتحكي وخصوصا الموظفين اللي بيطلعوا الصبح على نابلس بيحكوا انه البلد كلها صارت مطبات، المشوار بدل نص ساعه صار ياكل ساعه ساعه وربع. اهم شيء الخط الرئيسي هذا كل سنه بيروح فيه 20-30 واحد. ما هو لو كان في التزام في الثقافه المروريه ما صار عندنا الحوادث اللي بنحكي عنها. بسرعه هو لازم انو التزام، هو لا في عندك اشارات وفي شيء. بعدين اللي بيشوف الخط بتاع قدامه عندك نهايه المرور 50 سرعه اشاره 50 بيبقى ساحب 500 مش 50. رالي بيكون مبسوطين على السرعه يعني الزايده. الشارع اللي بيحكي فيه معظم حوادث السير اللي صارت سببها السرعه وتجاوز الخاطئ. سرعه وتجاوز خاطئ. صحيح يعني معظم اللي هو حوادث اللي صارت سببها السرعه وتجاوز الخط. طيب يعني والتاكيد على هذا الحديث من الرسائل اللي بتاكد على انه للاسف التجاوزات والسرعه القانونيه، يعني من هيام يحيى بتقول المخالفه في بعض الاحيان مقدور عليها بس هدر الارواح هي الخساره الحقيقيه. صحيح. كنا بنعرف الاشاره مش هي التقدم بس القياده فن وذوق، يا ريت الكل يتبع هذه المقوله. شكرا جزيلا لك يا هيام، واكيد بترسل هي تحياتها صباحيه للاهل من السويد لهون. موضوع المخالفات هو الاساس لتخفيف حوادث السير وحمايه ارواح ابنائنا من الحوادث اللي بسببها عدم وجود ثقافه مروريه وعدم التزام بقوانين السير. وان شاء الله احنا بنتمنى السلامه للجميع، والجميع ان شاء الله بتمنى له يوم امن وخالي من حوادث السير. شكرا لك وشكرا اكيد لمشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء. المقدم ناصر الشعبي نائب مدير شرطه المرور في مديريه شرطه طول كرم، شكرا لتواجدك. وايضا شكرا لك. ايضا بالتاكيد بعد هذا النصف الثاني من برنامج طلت فجر والحديث في بعض القضايا المتعلقه مروريا، لا نكتفي بهذا القدر وانما ان شاء الله سنحاول
نحاول تكثيف الحديث عن هذا الموضوع في الحلقات المقبلة. الأزمة لن تنتهي ولم تنتهي، ستظل موجودة، لكن وهي موجودة في كل الأماكن في العالم، لكن الأهم من ذلك كيفية التعامل مع هذه الأزمات واحترام القوانين، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هنالك المراقبة الحثيثة والدورية، والعقاب لابد أن يكون متواجد كسياسة، وما بين مثل ما بنقول الترغيب والترهيب، يعني الشد واللين يجب أن تكون سياسة متبعة. إن شاء الله البلد يعني تغدو أفضل بثقافتنا بشو بنمارس، لأنها بلدنا ومفروض نحافظ عليها بكل ما أوتينا من قوة وثقافة، وننقل هذه التجربة وين أخطأنا، نصحح هذا الخطأ لأبنائنا ولأجيالنا القادمة اللي حتى تتعامل مع البلد بصورة أفضل. نعتذر لمن قام بإرسال الرسائل ولم تتسنى لنا الفرصة لقراءتها، إن شاء الله نعدكم في الحلقات القادمة وبالتحديد يوم الأحد القادم أن نكون وإياكم على اتصال مباشر في مختلف الوسائل الاتصالية. أكيد.